نعم. الشيخ محمد بن عينين ايش قال؟ قال عن اصحاب، يسأل عن اصحاب ايات من كتاب الله. القرطبي رحمه الله ذكر ان ابن العربي قال اشكل ايه في كتاب الله هي ايه سوره المائده، يا ايه سوره المائده: يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فان عذر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قال القرطبي: لا إشكال فيهما لله الحمد، في هاتين الآيتين لا إشكال فيهما لله الحمد، فأجاب بسبب النزول يتتضح. فسبب النزول في قصة تميم بن أوس الداري وابن بداء، عندما أوصاهما رجل من قريش كان معهما في التجارة، فأوصاهما وأعطاهما ماله، وكان هذا في مكة، فأخذ حقا من فضة وباعه، جاما من فضة فباعه بمكة، وعرف أنه من مال الرجل المتوفى، وكان مشركين ذاك، فأنزل الله هذه الآية. فكانت في ذلك الوقت قطعا محكمة في وقت نزولها، فنفذت في هذه الواقعة. لكن بعد ذلك اختلف هل بقي حكمها ونسخ. فالحنابلة يرون أن شهادة الكفار على الوصية في السفر ماضية محكمة غير منسوخة، وأن الإنسان إذا كان مسافرا في بلد ليس فيه مسلمون يستشهد اثنين من الكفار على وصيته. والحنفية يرون أن الكفر والفسق حقيقتان مختلفتان متخالفتان، فيمكن أن يكون الكافر عدلا ويمكن أن يكون فاسقا. والشافعية والمالكية يرون تداخل الحقائق، فيرون أن الكفر فسق وزيادة، فإذا كان الإنسان كافر معناه أنه فاسق وزيادة، فلا تقبل شهادته مطلقا. والحنفية يرون أن الكافر يمكن أن يشهد على الكافر، فالكفار يشهد بعضهم على بعض عند الحنفية. المالكية والشافعية أنه لا تقبل شهادة الكافر مطلقا، لأن الكفر فسق وزيادة، وهذا هو تداخل الحقائق الشرعية. ومثاله في الفقه: إذا ادعى رجل على آخر ألفا، فجاء بعدل يشهد له بخمسمائة، وجاء برجل يشهد له بألف، فإذا كان القاضي شافعيا فإنه سيقول ثبتت خمسمائة بتلفيق الشهادتين، هذا شهد بألف وهذا شهد بخمسمائة فثبتت خمسمائة، وبقية خمسمائة أخرى فيها شاهد، فيكمل باليمين ويحلف اليمين ويستحق الجميع. إذا كان القاضي حنفيا فإنه لا يثبت شيئا أصلا، لأنه يقول هذا شهد بألف وهذا شهد بخمسمائة، والألف مختلفة عن خمسمائة، كل حقيقة مستقلة، والشاهد واليمين لا يحكم به عند الحنفية. الشاهد واليمين لا يعمل به عند الحنفية، لأن فيه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فالحنفية قالوا هذا الحديث ناسخ للآية، و الزيادة على النص نسخ عند الحنفية، والآية من المتواتر، وهذا الحديث ليس متواترا، فأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر. فيقولون الآية ذكر فيها في الأنكحة قول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وفي الديون قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال الحنفية: الشاهد اليمين عبارة زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، والناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ، فلا بد أن يكون متواترا إذا كان ناسخا للقرآن. ف
فلذلك ردوا هذا الحديث ولم يأخذوا به. ولهم أيضا علل أخرى للحديث، لكن الحديث صحيح مسلم، وأي حديث معلل في غير الصحيح إذا وجد في الصحيحين أو أحدهما فرواية الصحيح تقضي على العلة في غيرها لأنها مقدمة على الروايات الأخرى.